فقه البيوع، الحلقة الثالثة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا في السؤال الرابع اللي هو هل المعقود عليه معلوم؟ قلنا الأدلة على تحريم بأي بيع في جهالة. المطلب الثاني هنقول ما صور المعاملات المالية المحرمة لفقد شرط العلم ووجود جهالة. ان انت الصورة الاولى انك تأتي بعامل او صنايعي ويشتغل ما تحددش مع سعر، ده اكبر، او تجيب مدرس للاولاد وما تحددش مع تمن الشغل، ده حرام شرعا. الا في حالة واحدة، ان انت تفوضه في تحديد السعر، تقول له انا هشتغل ومفوضتك. في الحالة دي لو قال اعلى سعر للمثل فلا حق لك في الاعتراض. يعني معروف مثلا متر المحالة في بعض الناس بيشتغلوا ب15 جنيه وفي بعض الناس بيشتغلوا ب25، أعلى حاجة 25 وأقل حاجة 15. أما أنت سكتت عن المحار اللي جاي اشتغل وراح هو طالب ال25، أنت هتديله اللي هو طلبه، لأن أنت اللي ما حددتش معاه وأنت تأثم بذلك. إلا يا إما أنت عملت جهالة ساعتها تأثم، يا إما أنت فوضته ساعتها هو طلب أعلى حاجة فأنت مالكش إنك تعترض. طيب تاني صورة من الحاجات المحرمة، سحب البضائع عن طريق حساب مفتوح دون إعلام المشتري بثمن البضاعة إلا في نهاية الأمر. لازم كل ما تسحب حاجة الراجل البايع يبلغك بالتليفون، يبعت لك ورقة بالمبلغ اللي عليك. ما فيش حاجة اسمها تسحب 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 وآخر الشهر تقول ده حرامي، ده أنا ما اشتريتش بكل دوت. الصور المحرمة بيع اللبن في الضرع والسمك في البحر والجمل الشارد. والدليل على ان مسائله كتيرة جدا قال النووي وهو اصل عظيم من اصول البيع يدخل في مسائل غير منحصرة. طيب المطلب الاخير، ما البيوع والمعاملات المالية التي احلها الشرع رغم ان ما فيهاش علم، يعني رغم ان فيها جهالة واحلها الشرع، اللي هي بيع العراية. يعني ايه بيع العراية؟ راجل عنده حديقة مليانة نخل، وهو النخل ده فيه بلح احمر وهو عاوز ياكل تمر النهاردة ومحتاج ياكل تمر هو وعيلته، فالنبي صلى الله عليه وسلم اباح له انه يجيب خارص يخرص نخلة او نخلتين ويبيع البلح اللي على الاحمر ده بالتقدير كده بالخارص ياخد مكانه تمر، مع ان ده الاصل المحرام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اباحه للحاجه وحدده بخمسه اوسق ما زيدش عن كده. عن سهل بن ابي حثمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، قال ذلك الربا تلك المزابنه، الا انه رخص في بيع العريه النخل او النخلتين ياخذها اهل البيت يخرصها تمرا يأكلونها رطبا ولا تصل خمسة أوسق. فعن جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أذن العرايا أن يبيعوها بخرصها يخرصها يقول الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة، يعني ما توصلتش الخمسة. ولحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا في خمسة أوسق دون خمسة أوسق. ولا تجوز العرية إلى الحاجة، هي رخصة بس للحاجة، أما البيت فعلا يكون محتاج أكل وأكل ضروري. طيب كده خلصنا أربع أسئلة، فضلنا السؤال الخامس اللي لو قال آه يبقى البيع حلال. السؤال الخامس، هل المعقود عليه خالي من العلل الثمانية التي تمنع جواز البيع؟ خلاص، ايه بقى العلة الثمانية؟ قلنا الربا، الزنا، الميسر، الإيذاء، الشرك، النجاسة، الرشوة، النهي الخاص. طب نمسك مانع منهم. اول مانع الربا، ما الدليل على ان الربا سببا لعذاب الله في الدنيا والقبر والحساب ومانعا من صحة البيع؟ اول حاجة في الدنيا الربا بيعمل ايه؟ بيعمل ثلاث حاجات، يعيش صاحبه المشترك فيه، يعيش المرابي ملعون من الله في ماله وأولاده وصحته، ويعيش محارب من الله في ماله وأولاده وصحته، ويذوق الفقر والاحتياج. يعيش ملعون محارب فقير محتاج.
إيه الدليل؟ الحديث جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وموكله وكاتبه وشاهديه، قال هم سواء. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، واللعن هو طرد من رحمة الله. ويعيش محارب لقوله تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون لا تظلمون ولا تظلمون. ويزوق الفقر، قال النبي قال الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق يعني يضيع المال كله. وعن ابن مسعود عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. طب إيه الدليل من العنف القبر؟ إن يسبح في نهر دم ويلقم فيه بالحجارة. عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله، فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فقلنا لا، قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذ بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة. وفي سياق القصة قال فقال فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم في وسط النهر، قال يزيد بن وهب على شط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل في النهر كلما أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان، فقلت ما هذا؟ قال انطلق فانطلقنا. ثم فسر له قال والذي رأيته في النهر آكل الربا بينزله في نهر الدم، وأول ما يقربوا يطلعوا يلاقي طوب جت في بقه، لأن هو مص دماء الناس وخلى الناس ليل نهار بيسدوا الديون اللي عليهم، ويدوبك عايزد تمن العربية يلاقي نفسه عليه ديون أكتر ومضطر يبيع العربية اللي اتهلكت من الربا، ويفضل طول عمر الناس مذلولين ليه بسبب الأموال بتاعته اللي سايبها للبنك، والبنك عمال يزل في مخاليق ربنا ويديهم الحاجة أضعاف مضاعفة، عبال ما يسدوا تمن الحاجة تكون الحاجة اتهلكت ولازم يدخلوا في ربا تاني عشان يعيشوا تاني. طب الحساب، يوم الحساب المرابي يقوم متخبط قال مصروع، بيكون بجن بيكون مصروع. طب ايه الدليل؟ قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. طب ليه؟ ايه اللي جنه؟ ايه اللي خلاه يفقد عقله؟ اولا انه شاف عدة مشاهد. المشهد الاول الربا، لا الربا أشد من 36 زانية. طول عمره راجل محترم هو حاطط فلوسه في بنك بياخد فوائد بس. عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زانية. المشهد الثاني ان لا الربا كمثل من زنى بأمه. عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله الربا 73 بابا أيسرها أن ينكح الرجل أمه. وقال عمر من لم يتعلم البيع أكل الربا. المشهد الثالث أنه لهم لا مفر له من النار. قال الله تعالى ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات منها وأكل الربا. طيب المشهد الرابع، مشهد الناس وهم اللي عاشوا في ذل الربا وكانوا عبيد عاملين يدفعوا للبنك فلوس وفوائد، عم متعلقين برقبته بيقولوا له عاوزين من حسناتك.
البنك بيحول المجتمع لأسياد وعبيد، صنف قاعد في قرى سياحية بيصرف الفلوس، وصنف ليل نهار عمال يشتغل عشان يقدم لدول الفلوس. طيب إن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة. قولوا قولي هذا واستغفر الله.